وفضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع بعض العبارات والألفاظ من الناس مثل قول السائل المحتاج: ما لي إلا الله وأنتم. لا لا تقول وأنتم، قل ثم أنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يقال لولا الله وأنت، ما شاء الله وشئت، تأتي بالواو لأن الواو للتشريك والجمع، أما ثم هي للترتيب. نعم. وكذلك قوله تقول لولا الله ثم أنت، ما لي إلا الله ثم أنت، ثم للترتيب. نعم. وكذلك قوله أعرض حالي على الله وعليكم، أو أقف أمام الله وأمامكم، كما ذكرت لكم لا تأتي بالواو، ثم تخرج من المحذور. نعم.